اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. الغفران، معظمنا بيتقابل بصعوبه كبيره في موضوع الغفران. ازاي اقدر اسامح حد غلط فيا؟ ازاي لما حد يسيء التعامل معايا، وخصوصا لو من علاقات قريبه او متكرره، اقدر اسامحه؟ بعدي وافوت حاجات كتير بس مش قادر اسامح. موضوع الغفران مهم وخطير، عشان كده حبينا نفتح الموضوع ده اللي مسبب ألم كتير، وعلشان نرتاح ونتشفي من آثار الإساءة وجروحها، وناخد كمان نعمة من ربنا ونقدر نسامح. يسعدني أرحب بضيفتي مدام ميري ويليام. أهلا بك يا ميري. أهلا بك يا نرمين. ميري، موضوع الغفران موضوع مش سهل، موضوع صعب. أيوة. فهتبتدي معنا من فين؟ أنا موافقك جدا، موضوع الغفران فعلا من أصعب الأمور على أي إنسان عادي أنه يقدر يغفر أو يسامح بسهولة. كمان بالأكتر بيبقى زي ما حضرتك قلتي بين العلاقات القريبة، زوج وزوجته، الإخوة مع بعض، العلاقات القريبة، تراكمات سنين ومواقف سنين بتحصل ما بين القريبين، فبتبقى فيها صعوبة فعلا في أنه أقدر أسامح اللي بيسيء إلي أو اللي أهني أو اللي جرحني أو اللي ظلمني. لكن أنا عايز أقول أنه ربنا بيبقى مش ممكن يطلب أي حاجة مني عارف كويس أو متأكد أن أنا أقدر أعملها. يعني لو هو بيطلب أنه أنا أسامح أخويا أو أختي، بيبقى عارف ومتأكد أن أنا أقدر أسامحها، لأنه هو بيدي نعمة وبيدي معونة، بيدي رغم الصعوبة، رغم الصعوبة ورغم فعلا صعوبة المواقف المتراكمة. خليني أبدأ كده بشاهد، هو حكاية في إنجيل متى إصحاح 18 من أول عدد 23. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة. بصي، هو الأرقام النهاردة هتشتغل شغل جامد معانا. 10,000 وزنة. وإذ لم يكن له ما يوفي، أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. يعني هو مرأته وأولاده، إذا كان عنده حقل أو مواشي أو أي شيء، عشان يسدد اللي عليه. واعتقد انه ما كانش هيقدر يسدد لانه مبلغ كبير جدا. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فاوفيك الجميع. يعني طب ما استنى عليا شويه، اقدر اوفيك الجميع. بس هو الحقيقه يعني برضه بينه وبين نفسه، وانا بيني وبين نفسي، انا مش هقدر اوفي لو بعت الدنيا كلها. فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين. أنا مش بس هستنى عليك علشان تسدد اللي عليك، ولا مثلا مستني منك جزء، لكن أنا سبت لك كل الدين وسددت كل الدين اللي عليك، مش عايزه. كرم، ده كرم كبير قوي. رغم إن إحنا مرة سمعنا يعني حد بيقول إن الوزنة دي مبلغ كبير قوي قوي. ده أنا جايبها لحضرتك الأرقام، أنا جايباها وهنتفاجئ. أيوه. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقاؤه كان مديونا له بمئة دينار. دينار. فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. يعني مسك في خناقه تقريبا وقال له يلا سدد اللي عليك دلوقتي. فخر العبد، نفس اللي عمله شخص نفسه، مع سيده. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. أعتقد أنه كان ممكن يوفي لأنه مبلغ صغير. طبعا 100 دينار. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. كان قاسي قوي قوي. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا وآتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له كلمة صعبة قوي: أيها العبد الشرير. كلمة صعبة قوي أي حد يسمعها بصراحة. كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. طب هو ليه عمل كده؟ هقول لحضرتك. أنا بس عايزة أرجع للأرقام. لأن أنا سألت وناس متخصصة في الحاجات دي كلها، فلقيت أنه الدينار تقريباً
بيساوي 11، هنتكلم بالجرام، 11 فاصل 25 يعني 11 جرام وربع. 11 وربع جرام ده ايه؟ الدينار. يعني كل ال 100 دينار عملوا 1125 جرام. طيب. الوزنه الواحده 30 كيلو، الوزنه الواحده 30 كيلو، دول كانوا كام وزنه؟ 10000. 10000 وزنه، انا الكالكوليتر جاب لي اصفار كتير قوي، تقريبا 30 مليون وحاجات كده جرام. ايه ده؟ يعني سي خليهم 30 مليون، من 30 مليون اتسامح بيهم ل 1125 مقارنه، مفيش مقارنه بقى، مفيش لا طبعا. مقارنه لا طبعا. ده كتير قوي، ده السيد والملك بيسامح بالكتير قوي. انا كام مره باخطئ، انا كام مره بتجاوز، انا كام مره قلبي بيبقى شرير، انا كام مره بعمل خطايا واقول له سامحني واعترف بخطيتي وانا رب تايبه وبيسامحني وبيسامحني وبيسامحني، سامحني بالكتير قوي قوي قوي. يعني هذا الشخص الله العظيم الذي هو كثير الرحمه، الله المحبه، هو ايضا يكثر الغفران، هو طبيعته غفران، هو بيبقى بس مستني اني اروح له واتوب واعترف بخطيتي وبيسامح قد كده، علشان انا بقى اجي في مواقف في حياتي او ناس تتعبني او تخطئ الي وما سامحش. يعني ايه ليه؟ ماشي هنكمل ونقول ممكن يكون ربنا مثلا عاوزني اسامح، صح؟ ربنا عايزني، بيبقى حابب قوي ان انا اسامح غيري. طب ليه ربنا عاوزني اسامح غيري؟ هقول لحضرتك، يعني عايزه اجاوب على السؤال ده بحلم. في واحده صاحبتي جت في وقت من الاوقات كده وكانت بتقول لي انا حلمت حلم غريب جدا. هي صاحبتي من زمان وهي بنت ربنا، فبتقول لي هي باباها كان ميت بقاله مثلا سنتين ثلاثه وقت، فحلمت ان هي بتفتح الدولاب بتاع باباها، وهي بتفتح الدولاب اتفاجئت بكميه تعابين وعناكب وحشرات غريبه جدا وكائنات اول مره تشوفها، واول ما شافت المنظر ده راحت قفلت الدولاب وقامت منزعجه جدا ومفزوعه من المنظر اللي شافته، لدرجه قعدت طول النهار متنكده بسبب الحلم ده. فقالت ايه؟ انه بتحكي لي ان هي راحت على طول في نفس اليوم لاب اعترافها. الحقيقه اب اعترافها ده كان معاها من زمان، ده من صغرها يعني، وكان عارفها وعارف باباها وكل التاريخ بتاعها، وهو كان راجل بركه بصراحه وربنا كان مديله نعمه في معاها. وهي بتحكي له الحلم كانت زعلانه جدا ومتضايقه جدا جدا، فهو كان مبارك الحقيقه، فسكت كده شويه. قالها بنتي هو انت لسه فاكره بابا؟ يعني بتفتكريه دلوقتي بعد ما مات؟ قالت له بص يا بونا، انا يعني لما بفتكره بتضايق، لانه الحقيقه ان هي كان باباها صعب شويه وكان قاسي وكان بيعاملها وحش جدا وكان بيعامل مامتها وحش ومعامله سيئه، وصلت يعني اوقات كتير جدا للضرب، كان بيضربها بيضرب مامتها، يعني الصراحه يعني تاريخه بالنسبه لها كان. فهو لما مات كانها يعني مش عايزه تفتكره ولا عايزه تفتكر كان بيعمل ايه، وخلاص قفلت وتناست على موضوع باباها ده، وايه وشكرت ربنا الحمد لله ان هو مش موجود خلاص، يعني ما فيش قسوه ما فيش حاجه زي كده. فلما ابونا بيكلم معاها بيقول لها لما بتفتكري بابا ايه شعورك؟ قالت له بتضايق قوي وبحس ان لسه موجوعه. قال لها بنتي ربنا من صلاحه ومن امانته خلاكي حلمت الحلم ده علشان يقول لك ان انت ما سامحتيش بابا. بس ده انتقل. ما هي ردت عليه قالت له ايه؟ قالت له بس هو بصراحه يا ابونا ما يستحقش ان انا اسامحه. ده كان بيعاملنا معامله وحشه جدا، ده ما كانش اب ولا زوج. ده ما يستاهلش ابدا يا ابونا ان انا اسامحه. لا بنتي يستاهل ايه؟ ويستحق ايه؟ الراجل مات وشبع موت. هو انت فاكره انك لما تسامحي انت كده بتكافئيه؟ هو كده هيتبسط وهيبقى سعيد جدا وهيبقى ديك المكافاه بالنسبه له لما انت تسامحيه؟ ده انت لما تسامحيه انت اللي هتستريحي. هو خلاص مات، هو مش فارق معاه. يعني عايزه اقول ده مش فارق معاه لانه مات خلاص
وحتى بعد ما مات ما كانتش مسامحاه. يعني مش بس الغفران والصفح، علشان احنا في علاقاتنا مع بعض يعني احياء مع بعض، كمان يعني مع ناس رحلت. ايوه الناس اللي تعبتنا ورحلت لسه برضو في مراره جوه، كل ما اجي افتكره بفتكر الالم، فبالتالي انا كده مش مسامحاه، انا بس بنسى بتناسى، بعمل نفسي مش واخده، مش عايز افتكره، فهماني؟ واللي حصل ان ابونا حط ايده على الجرح بالظبط، قال لها يا بنتي انت مش مسامحه بابا، وعلشان كده جواكي اصل مرار وجواكي تعب، وربنا سمح انك تحلم الحلم ده عشان لخيرك انت. انا لما بسامح ده لخيري، ده لمصلحتي، ده لهدوئي النفسي، ده لسلامي النفسي، مش علشان الاخر. حتى والاخر موجود، حتى لو الإساءة موجودة كل يوم، أنا لما بسامح مش علشان يستحق أو ما يستحقش، لأ، لكن علشان أنا أستريح. يعني التاني عايش حياته ومش حاسس إذا كنت مسامحة ولا مش مسامحة، مش فارق معاه، صح؟ أنا ساعات بفتكر لأ أنا لو سامحته يبقى هو يستحق أنا أشيله خالص، من يعني أشيله من حساباتي ومن أفكاري، لأن أنا عايزة أرتاح يا رب. يعني الغفران دوت هدفه ان انا ارتاح. بالظبط، انا ارتاح، انا اهدى، انا يبقى جوايا سلام، انا يبقى ده خيري، انا ما يكونش جوايا اصل مراره، انا ما اكونش كل شويه افتكر الوجع، انا عايزه اتشفي لما اسامح. انا بروح لله على فكره. ما هو انا عايزه اقول يعني طب انا ليه مش ببقى قادره اسامح طالما دي حاجه لخيري؟ علشان ببقى موجوعه والوجع موجود، لكن الفكره ان انا لما بروح لله وبقول يا رب انا اتوجعت، اتألمت، وفي يا رب معاناة جوايا وفي مرارة جوايا، مسؤولية ربنا انه يشفيني، الله مسؤوليته يشفيني، انا مسؤوليتي اسامح الاخر. حلوة قوي الجملة دي، الله مسؤوليته يشفيني، انا مسؤوليتي اسامح الاخر ايا كان هذا الاخر، خاصة في العلاقات القريبة زي ما قلت، لانها بتبقى اصعب شيء، والمواقف المتكررة، كل ما يحصل موقف واتعب ويعني يكون في جوايا وجع والم منه، اقول يا رب انا موجوعه، انا تعبانه، انا اتهنت، انا اتجرحت، انا اتظلمت، انت يا رب تقدر تشفيني، وبيشفي من اثار اللي حصل معايا. الله امين، الله يكثر الغفران. حتى ابونا ساعتها قال لها الايه الجميله دي، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. الله يكثر الغفران، الله بيغفر لي، بيغفر لي وبيسامحني وبيشفيني. لو أنا مستمتعة فعلا بغفران ربنا ليا لما بروح له وأعترف بخطيتي، وهو بيقول لي إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. كم مره ربنا قال مغفوره لك خطاياك؟ كم مره ربنا قال لي بارك يا نفس الرب لانه يغفر جميع خطاياك؟ كتير ربنا بيغفر، كتير ربنا بيغفر. لو انا مغفوره الاسم هقدر اغفر لغيري. بمعنى ايه مغفوره الاسم؟ بمعنى انه انا احس انه ربنا شال عني الدين، سدد ما عليا، انه مسح الخطيه. لما بتوب واعترف بالخطيه، رب انا بعترف ان انا عملت كذا وكذا وكذا من غير اعذار، لا يمارس مثلا فلانه استفزتني فانا غضبت فانا غلطت فانا عملت، انا مش هقول ربنا اصلي يا رب. بالظبط، اصلي يا رب غصب عني. انا بلغي على فكره يعني الاعتراف او التوبه بتاعتي بالكلمه دي كانها اتلغت. انا لما بعترف امام الله بخطيتي وبعدي وبجفائي وبكل ما تجاوزات قلبي وافكاري من غير ما اقول اصل حصل، اصل عشان، اصل غصب عني حصل كذا، انا كده ربنا بيجي، لانه بعترف وبتوب من قلبي، من قلبي، وانا اصدق رب ان انت غفرت لي. يعني مجرد ان انا اصدق ان الرب غفر لي ده يغير يعني نظرتي لموضوع ان انا اغفر لغيري، ده هيسهل لي ويساعدني، ده يساعدني، ده انت غفرت لي بالكتير، دول 30 مليون مثل مش عارفه ايه 30 مليون وكذا 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 جرام، يعني 10,000 وزنه، غفرت لي كتير قوي يا رب،
ده انا كل يوم غلط كم مره. يعني لما بطرس بيقول له كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له، قال له 70 مره، سبع مرات 490 مره، ده كتير برضه، كتير لما حد يغلط في حقي كل هذا الرقم يعني تغفر، ومع ذلك تغفر. ان انا غفرت لك كم مره، انت كم مره بتخطئ في اليوم، كم مرة كم مرة. يعني لو الواحد قعد يعني يحاسب كده نفسه وياخد باله من أخطائه، من حتى من أفكاره، يعني مش ضروري حتى خطايا اللسان، لكن أفكاره، نظرته، حقد، حسد، غيرة، مقارنة، يعني اللي هي الحاجات النفسية اللي مش باينة، أيوة اللي مش باينة دي. كم مرة أقول يا رب سامحني على النظرة بتاعتي، سامحني يا رب على الفكرة اللي أنا فكرت فيه، سامحني أنا فكرت في أخوي أو في أختي تفكير مش كويس، سامحني أنا دخلت بيتهم وحسدتهم أو قلت يا ريت مش عارف إيه، سامحني 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 سامحني. وبيسامحني وبيسامحني، ما أرجعش أقول إيه، لا ما يستاهلش، يبقى أنا ما استاهلش إن أنا أتسامح بالأولى بقى. ما انا عماله اقول ده ما يستحقش ان انا اسامحه، اصل عمل كذا وكذا وكذا، طب انا استحق؟ بيني وبين نفسي، انا بيني وبينك يا رب كده، وانا واقفه قدامك ومفيش حد حواليا ولا اي شيء، انا ما استحقش بصراحه، انا ما استحقش اني اتغفر او اتسامح او الله يغفر لي الحقيقه. فما ارجعش اقول يستحق او ما يستحقش، لكن الله بيشفي بيعوض. احكي لك حكايه، الحكايه دي حقيقيه. اتفضل. واحده كانت بتحكي بتقول ان باباها يعني اتوفى وساب، كانت هي واخوها بس، وساب ارض حلوه جدا مثمره وجميله وكبيره، مساحه كبيره جدا، وكان في حته ارض بور كده ملهاش اي 30 لازمه يعني. فجي اخوها بعد ما باباهم اتوفى قال لها احنا ما عندناش ستات، ما عندناش بنات بتورث. الحقيقه ما اعرفش هذا العرف موجود في انهي حته بالظبط، مش عارف، بس البنات ما بتورثش. وراح خد من نفسه الارض الجميله اللي بتفيض لبن وعسل زي ما بيقولوا، وده حته الارض التعبانه البور اللي هي يعني ما تسواش اي حاجه خالص، ده كده يتفضل عليها يعني، يعني ده بالظبط كده، مش بتقولي البنات بتورث كمان، ما كانش ورث، بس اصلا هي ما كانش ليها اي لازمه الارض دي. فقال لك طالما يعني خلاص انا يعني ايه اكبر خاطرها بحاجه وخلاص. زعلت قوي، اتاثرت بقى كده، اخويا الوحيد يعمل كده فيا، ياخد لنفسه كل حاجة ويسيب لي أنا الأرض دي، أعمل بيها إيه؟ أعمل بيها، أنا عندي عيلة وعندي أولاد وبنصرف وبتاع، عندي مسؤوليات كتير. يا رب حقي عندك، حقي عندك. صحيح أنا زعلان من أخويا، بس قعدت تقول إيه؟ طب أنا هخسر فلوس، أخسر ورث، وأخسر أخويا؟ بينها وبين نفسها، أنا مش عايزة أخسر أخويا، ده هو اللي فاضل لي في الدنيا. أنا هسامحه، ده قرار. وعلى فكرة الغفران قرار، من غير اي مشاعر او اي عواطف او اي الغفران ده قرار، الغفران قرار حقيقي، ده الغفران قرار. قررت انها تسامح اخوها، وقالت له يا رب انا هسامح اخويا ومسامحاه، بس حقي عندك. تعدي الايام والسنين، وحته الارض بتاعتها تدخل كردون مباني. حضرتك عارفه ان الارض سعرها بيعلى قوي 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 لما بتخش مباني، وكأن الله كافئها وعوضها، لأن سمحت أخوها عوضها، يعني عوضها بأكثر جدا مما تطلب أو تفتكر، فلوس كتير قوي. يبقى هي كسبت كل حاجة، دي تعويضات الله. طب ميري، يعني أنا عايزة أسأل، إيه الفرق بين الغفران والنسيان؟ يعني ممكن تكون نسيت وهي فاكرة إنها يعني سمحت. إنها سمحت. ده سؤال حلو جدا. يعني لما بيكون انا عماله اقول سامحتها بقى خلاص، انا ممكن اكون فوتت وعديت وكده يعني، وبقول لنفسي انا مسامحه الحمد لله، ما فيش حاجه بيني وبينها خلاص انا مسامحاك، بس وقت ما بفتكر الموقف اللي هي عملته فيا كاني اتوجعت امبارح، كان الموقف ده حصل امبارح. يعني الوجع اتجدد، الوجع موجود والالم موجود والإحساس بالظلم موجود، كأن بالظبط الموقف لسه حاصل طازة. فأنا طالما أنا الموقف بيعدي بيجي كده على فكري وأحس بألم وإن أنا متضايقة ومتأزمة ومش عايزة أفتكر الموضوع ده، يبقى أنا لسه ما سمحتش، أنا بس الأيام بتنسي. الأيام بتنسي، فوت. لكن لو أنا سمحت من قلبي فعلا أمام الله وأخدت القرار ده، هتلاقي المواقف عدت كده عليا
من غير ما تسيب اثر فيا، من غير ما يعني ما تعمل جرح تاني جوايا، من غير ما احس ان انا موجوعه لسه، فتلاقي الحاجه عدت كده من قدامي. انا عايزه اقول انه حتى احنا في كنيستنا بنقول في صلوات القداس، كما انه ليس عبد بلا خطيه هكذا ليس سيد بلا غفران. الله بيغفر لي بكتير قوي قوي قوي. انا عايزه اصدق، انا فعلا فعلا عايزه اصدق ان ربنا غفر لي. اصل انا لو انا مغفوره الاسم، طباك يا شعب مغفور الاسم، يعني ده يبقى يوم الهنا ويوم فرح بالنسبه لي، ويوم سعاده وسلام وهنا وراحه بالنسبه لي، لما احس اشكرك يا رب ان انت غفرت لي، اشكرك. وده اهم حاجه، زي ما اللي جابوا له المفلوج وقال لهم ايهما ايسر ان يقال مغفوره ليك خطاياك ولا قوم واحمل سريرك، على اساس ان قوم واحمل سريرك ده سهل جدا، سهل جدا. غفران الخطايا هو اللي صعب، غفران الخطايا صعب. ومع ذلك وقت ما برجع لله من كل قلبي واعترف له بخطيتي، يعني اعترفنا بخطايانا، هو امين وعادل حتى يغفر لينا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. امين امين. يعني الكلام عن الغفران اشتقنا انه لو في اي اساءه جوه قلبي النهارده، انا عايز احط ايدي في ايدك واخد، يعني استلم كده، امشي في خطوات الغفران زي ما هتقولي لنا دلوقتي ازاي اكون بعملها. اول حاجه في الخطوات علشان احس إن يعني ان انا اقدر اغفر، انه اتاكد واصدق ان ربنا غفر لي. ساعات الواحد ما بيقدرش يغفر لانه حاسس بتقصير ناحيه ربنا، وحاسس بالذنب الكبير ناحيه ربنا، وقال وبيقول وبين نفسه ازاي ربنا يغفر لي، هيغفر لي ايه ولا ايه ولا ايه، انا خطاياي عظيمه، انا اثامي كبيره قوي وذنوبي كتيره، فهيغفر لي ايه؟ وكل يوم هيغفر لي، هو كل يوم هيغفر لي؟ لانه الله مش بس بيغفر، ده الله بيطرح خطايانا في بحر النسيان، بينساها. ده انا بفتكرها، بس الله طالما انا اعترفت بيها وتبت عنها وغيرت اتجاه تفكيري تماما وقلت خلاص الباب ده انا قفلته ويا رب ابتدي معاك بدايه جديده، يبقى خلاص بيغفر وبينسى. ولو عملتها تاني يوم كاني بعملها اول مره، بس انا ما استبحش الخطيه. طبعا ده ما يخلينيش ان انا اسوق فيها بقى، لكن اخد بالي انا اتغفر لي خطيتي. أنا يبقى دي اول خطوه، ان انا اصدق أول خطوة إن أنا مغفورة الاسم لما بعترف بخطيتي. تاني حاجة، أنا تعبانة، أنا مجروحة، أنا متهانة، أنا مظلومة، أروح لله الشافي يشفيني، يشفيني من آثار مواقف عملوها معايا الآخرين، خاصة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، الإخوات مع بعض بتبقى صعبة قوي قوي قوي، الموقف او اثار الموقف، تبعيات الموقف من تعب نفسي بيبقى كبير، فاقول له رب بس الله يعرف بالظبط انت مسؤوليتك يا رب. يا رب نعم، انت رب تشفي، انت رب تداويني، والرب بيشفي. امين. وتالت حاجه، انه اكون لما بصدق ان ربنا غفر لي ولما بتشفي، ببتدي اخد القرار اللي قلت عليه، انا رب بقرر اني اسامح خيري علشان انا كمان اكون مستريحه، عشان ده خير ليا، الله بيفكر فيا انا اول، انا الاول، عايزني انا اللي أكون انا الاول مرتاح. فلما بغفر انا اللي بتشفي، وانا اللي بخف، وانا اللي برتاح، وانا اللي سلام بيملى قلبي، وبشيل الحجر اللي على قلبي. امين امين امين. يا ميري بشكرك جدا، ونتقابل ان شاء الله في حلقه ثانيه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا بنكمل حلقتنا، ويسعدني ارحب بضيوفي. معايا دكتوره هاله رضا، اهلا بيكي يا هاله. اهلا يا ايرين. دكتور مرقص فكري، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. استاذ نشأت مكرم، اهلا بيكي يا نشأت. اهلا بيك يا ميري. النهارده كانت اختنا ميري بتتكلم على الغفران، وقد ايه الغفران يعني مهم جدا وخطير، وانه الرب يعني عايز هدفه من الغفران ان انا اكون بغفر، ان انا اكون برتاح، يعني مش مجرد انه نسامح بعض وعشان يعني ما نبقاش في خصومه، لكن الغفران بيمنحني انا سلام وراحه داخليه، فانا ببقى محتاج انا اللي اكون يعني فعلا في الغفران. انا بطلق اخويا وبطلق نفسي من قيد الادانه او التمسك بالدين. ايوه، التمسك بان اخويا ده اخطا في حقي، فانا متمسك بكده. انا في الوقت ده انا
محبوس في عدم الغفران، وكمان مش مطلق، مش بدي اطلاق لاخويا ان اصفح واسامح. ده يعني دي نظره يعني فرديه، لكن عايز اتكلم على نظره شموليه شويه. واحنا النهارده بنشوف العالم في حرب، ويعني حرب بين روسيا واوكرانيا وازمه اقتصاديه طاحنه، وعلاقه الغفران بالموضوع بروسيا واوكرانيا. ما هو النهارده العالم فشل في انه يوقف الحرب دي، عشان فشل في قضيه الصفح والغفران ومد يد الصلح. ففشل في وقف الحرب لانه سقط في قضيه الغفران والصلح ومد يد التصالح يعني. فاصبح العالم كله في ايد ابليس، وبقى دي ثغره ممسك بها العدو على العالم كله. فالعالم صار في صراع، صار في حروب، ودائرة الانتقام شغالة عمالة تدور ومحدش قادر يوقفها. ده بالنسبة للعالم، يعني الأنانية والكبرياء والبغضة والكراهية والتعالي ورفض مبدأ الصلح والتمسك بمدينية كل دولة للأخرى، ده كله مخلي العالم في حالة توتر. ده بالنسبة للعالم. على مستوى البيوت برضو عدم الصفح بين الزوج والزوجة، بين الزوج بين الآباء والأبناء، ده برضو عامل صراع وعامل خراب في البيوت وعامل تعب وعامل جروح وعامل يعني مشاكل ضخمة. فالمشروع الزواج فشل أيضا بسبب أنهم فشلوا في قضية الصلح والصفح والغفران. وعلى مستوى الفردي، لو أنا حد يعني بتكلم بجيب أمثلة يعني حتى على المستوى الفردي في الشغل مثلا، الصراعات اللي بتحصل في الشغل والمقالب والكراهية والزنب زي ما بيقولوا بالمعنى العام، وكل واحد عايز يقفز على حس الآخر، والإساءات اللي بتحصل بين الموظفين، والاستغلال المديرين ممكن للموظفين، وأخذ حق الاختراع وحق مثلا اللي يكون مقدم تقرير كويس او عمل كويس وياخده وعلى حس كده يتقدم يعني ياخده لحسابه. فده بيعمل كراهيه وبيعمل بغضه وبيعمل صراعات. ده في مستوى العمل، في مستوى البيت، على مستوى العالم. طب ايه الحل؟ الحل هو الوحيد هو انه يجي حد كده ويكسر الدايره دي ويوقف دايره الكراهيه والانتقام. فين؟ في البيت. ممكن الزوج او الزوجه او الابن او الابنه يقف دايره الكراهيه والانتقام بروح الصف والغفران، فتوقف الدايره دي. في الشغل هكذا، موظف يقدر يعمل كده لما يسود جو ياخد القرار والاختيار زي ما قالت مدام ميري. على مستوى العالم برضو دايره البغضه والكراهيه والانتقام محدش قادر يوقفها. لكن انا بقول لكل حد النهارده بيسمعني، كل حد النهارده بيشاهدنا، صلي معايا وابدا بنفسك. حتى في الكنيسه في مشاكل كده، طبعا عدم صفح وغفران. فانا عايز اقول لنفسي وعايز اقول لكل واحد النهارده بيشوفنا، اطلق اخيك واطلق زوجك، اطلق ابنك، اطلق زوجتك، اطلق زميلك، وابتدي بايه؟ بغلق دايره اللي ايه؟ افصل دايره الشر. خد القرار. افصل دايره الشر واقطع تيار الانتقام والبغضه. مين؟ ابدأ بنفسك. لو عملت كده هترتاح، جو المحيط بتاعك هيتغير، الجو المحيط بيك هيتصلح. بس انت اول واحد، وانت اول واحد كسبان. ليه؟ لانه انا ما بعمل كده واختار كده، زي ما قلنا ان ده ادوات واخدها العدو عشان يستغلها ويعمل الصراعات والكراهية والبغضة والخراب والدمار. مش كده الكتاب المقدس قال ايه؟ ولكن متى جاء من هو اقوى منه، من هو اقوى منه فانه يغلبه. ليه؟ لانه هينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. ايه سلاحه الكامل؟ البغضه. الشيطان النهارده، ابليس النهارده، عدو الخير اتكل على ايه؟ السلاح الكامل اللي متكل عليه في الحروب والدمار في البيوت بين الاخوه بالاصدقاء بين الاقارب، هو السلاح الكامل ده، عدم الغفران وعدم الصفح وعدم الحب. ده النهارده نعمل ايه؟ ننزع السلاح ده بالروح المضاده، بالحب، بالسلام، بالاختيار، بالقرار ان انا اغفر واصفح ووزع الغنائم. ايه الغنائم اللي هترجع تاني؟ ايه؟ سلام ومحبه، صلح ووحده في البيوت، تضحيه وعطاء وتنازل،
استرق من العالم والبيوت والعلاقات نستردها ويصبح ده عدونا أعزل. أمين. من إنه يمسك إنه علينا يمسك في بيوتنا في مصالحنا في شغلنا في العالم كله، فينزع سلاحه الكامل النهارده. نقدم صفح غفران، أكد تاني افصل دايرة الشر ويقطع تيار الانتقام والبغضة. أمين. دايرة اسمها دايرة الشر، لكن الكتاب بيقول المقدس يقول إيه؟ سواك الله ملآنا ماء. سواك الله دي إشارة للروح القدس. فقطع دايرة البغضة والشر وخلي سواء المية اللي بتدور من الروح القدس تديك الحب والصفح والغفران ده. ففي دايرة في دورة، الرب قدم لنا الاثنين. طيب لو قبلت دايرة سواء الله المليانة ماء، عشان كده حد في مرة صلى وقال إيه؟ هبني صفح كجليان نهر الأردن، المياه العذبة، مياه الحب، مياه الحب والسلام، مياه الصفح والغفران، مياه التضحية والتنازل، مياه المد ان امد ايدي واحط ايدي في ايدك وانا عارف ان لو كنت عندي انا عاجز انا ليا اله، انا ليا نعمة يغطيني بمحبته وغفرانه، اخد نعمة اقدر اصفح واغفر. فهبني صفح كجريان نهر الاردن، شيء عظيم انا محتاجه. عشان كده بقول لكل واحد شاركنا النهارده في الصلاه وانت قاعد في مكانك، ابدأ بنفسك. لو عندك مشكله مع حد في البيت، قرايب، اخوه، شغل، على بس ابدا بنفسك وده هيحصل، خد القرار ويعمل فرق كبير في بيتك وفي شغلك وعلى مستوى العالم. امين. طب أمين. إيه ممكن تصلي يا باشا؟ بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. بشكرك وبارك اسمك لانك تكسر الغفران. انا محتاج النهارده انضم ليك، انا محتاج انحاز ليك، انا محتاج احط انا من اختار ان احط ايدي في ايدك وأقبل إن أصفح وأغفر. وأنا كمان بقول لك فعلا بيبقى شيء صعب، مش بنكر، بيبقى شيء تقيل عليا، أنا مش بنكر، لكن أنا ليا نعمة عندك، أنا ليا قوة من عندك، أنا ليا قوة في عجزي وعدم قدرتي وإرادتي الضعيفة، فمن فضلك تعالى اديني قوة أصفح، واديني كمان أتمتع بغفرانك. أنا بختبر كده حتى لما بخش مخدع الصلاة وأقول لك اغفر لي، بكون داخل من زعج وتعبان، برجع جوايا سلام وراحة، ده عربون إنك أنت غفرت لي. لما بروح لأبونا وبعترف برجع بسلام وراحة، ده عربون إنك أنت غفرت لي. فغفرانك موجود ومتاح وبحس بيه، فخليني أستثمره وخليني أعيش فيه، خليني أتمتع بيه وأذوق عذوبة غفرانك، وأقدم من سوائك المليانة، وأنقذ من المعذبين اللي كلمتنا عليهم النهاردة في المثل ده. يا رب سلموه للمعذبين لأنه ما غفرش لأخوه. من فضلك ساعدني، من فضلك جاي لك من كرة العجز، لكن عندك قوة. ضم الكل النهاردة، ضم الكل، خد الكل في أحضانك، طيب الخواطر، اشفي الجروح، اشفي كل كسر. أيها مجروحين ومكسرين من إساءات ومن ظلم، أيوة موجود الكلام ده كله، لكن من فضلك تعالى وبروحك وسوائيك المليانة مية اشفي الجروح واشفي كل كسر، اكبر بالخواطر، تعالى بقبلات حبك الشافي يا رب. من فضلك عايزين نعيش الحياة دي عشان الجو المحيط بينا، عشان بيوتنا، عشان أشغلنا، عشان العالم اللي عايشين فيه، ولا نعطي فرصة لعدو الخير ينشر يا رب، يا رب روح البغضة وروح الكراهية والخراب والدمار في اسم المسيح يسوع. سامحني على اللي فات، أنا بقبل غفرانك وبقدم منه، أنا بقبل صفحك وبقدم منه، أنا مش بقدم من عندي، عندي أنا عاجز، عندي أنا ضعيف، أنا مش عندي أصلا هو الصفحة والغفران، لكن عندك. بارك الكل وامنح الكل، وكل اللي طلب منك النهاردة ياخد قدرة، وكل اللي طلب منك النهاردة ياخد يختار وانه يقرر انه يصفح ويغفر. اديله نعمه من فضلك في اسم يسوع المسيح لكل الكرامه والمجد يا رب. امين امين امين. انا كنت عايزه اقول حاجه على موضوع الغفران. انا في وقت كان في واحده كده بتاذيني من وقت للتاني، كويس، كانت تاذيني، الموقف يتعبني شويه، بس ان كوني ان كل شويه الشيطان يقعد يفكرني بالموقف والاذى، بحس انه كاني انا تعبت 100 مره تاني. ف
فلغايه لما في وقت رحت لربنا قلت له انا اللي عايزه ارتاح، فحته انه انا بقرر اني اغفر علشان انا اللي ارتاح دي حاجه بتبقى مهمه قوي ان الواحد يبتدي بيها، يعني مش عشان ربنا بيقول اغفروا فانا رايح اغفر عشان اسمع كلام ربنا، لكن علشان صالحي انا وعلشان انا اللي ارتاح. فكنت بروح اقول له، وبساعتها بيدي فعلا قوه ونعمه وبيعرف يشفي الاساءه زي ما اتكلمنا النهارده، بيشفي الاساءه ويساعدني اني اغفر، فانا اللي برحم نفسي من التعب بتاع عدم الغفران فعلا. امين امين. يعني هو الموضوع محتاج انه اعيد التفكير ويبقى عندي القرار والنية انه ده حاجة لخيري ولصالحي، مش انا كده يعني بعاقب اللي قدامي لما ما بسمحوش. بحسها فكرة من الشيطان، لانه انا اللي اذاني اللي قصادي اذاني مرة واحدة، وانا باذي نفسي 100 مرة بالفكرة اللي كل شوية يقعد يفكرني بيها. فالخيري ايوه انا. لا، وساعات كمان يعني لما الواحد يفتكر انه طب ممكن لو انتقلت في اي وقت وانا مش غافر لحد، طب ده الرب بيقول ان لم تغفروا لم يغفر لينا. طب انا موقفي ايه في الوقت ده؟ لا، لان في ناس ساعات بتبقى حاسه انه لا انا مش من حقي، يعني من حقي ان انا ما سامحش، ده غلط فيا غلطه كبيره قوي، انا مش من يعني ما يستاهلش. عشان كده على فكره يمكن كتير قوي من الامراض النفسيه واللي بتسبب امراض عضويه عدم الغفران والصفح والغل اللي جوايا ده بيسبب لي انا امراض اكتئابات وامراض نفسيه، ممكن بتسبب كمان امراض عضويه. فالموضوع خطير بسبب انه على المستوى النفسي، على المستوى الجسدي، على المستوى الروحي، على مستوى العشره مع الله بيبقى في حواجز. يعني عدم غفراني بيعمل حواجز ضخمه بينه وبين الاخر، يمكن حواجز بيني وبين الله. فموضوع خطير. يعني عايزين النهارده نرتاح منه، الرب يرفع عننا النير ده ويساعدنا ويدينا نعمه. اصرخ واطلب، تتمسكش بانك تغلق على نفسك بالاساءه وان اساءه الاخرين دين وانت متمسك بيه. اطلق وارتاح واشعر بالانفتاح على جو الروحي كده، والانفتاح على العلاقه مع ربنا والفرح، والرب هيديك هيعرف يشفي زي ما قالت مدام ميري، انا مسؤوليتي اغفر، ربنا مسؤوليته يشفي. حاجه جميله جدا. ايوه، فتاكد من كده، ما تخافش على نفسك يعني. ايوه. امين 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 امين. بفكر حضراتكم منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على الارقام اللي بتظهر، وكمان متواصلين على صفحه قناه الحريه على الفيسبوك. امين. هنبدا تلبوت الصلاه. صلاه بنت الرب من امريكا طالبه صلاه من اجل بنت اختها، كانت مخطوبه وخطوبتها اتفكت لان اهلها رافضين خطيبها تماما بسبب انه عصبي جدا وبيتنرفز من اقل حاجه وطباعه صعبه. حاليا البنت مش عاوزه ترتبط باي حد ومفيش في دماغها غيره، وحالتها النفسيه تعبانه جدا وبتقول لاهلها هتجوزوا او هموت نفسي، وهم مش عارفين يتعاملوا معاها ازاي. الموضوع داخل في طريق صعب. يعني هو يعني فعلا الوضع بيبقى صعب، والتعامل مع الجيل اللي موجود بيبقى يعني مش انه هتعمل كذا يعني كذا لخيرك. فنصلي انه ربنا يكون بيدي الاهل حكمه من عنده، ويكونوا بيعرفوا يقنعوا البنت ازاي ده حاجه مش لصالحها. ولو هما مش عندهم القدره ان هما يتواصلوا معاها، البنت مثلا مقفله، ممكن يشوفوا حد تكون بتثق فيه، اب اعتراف، مرشد، صديقه كبيره ليها، حد يقدر ينصحها انه العصبيه ديت مش هتخلي جواز يبقى ناجح. يعني ممكن في الاول يبقى في حب، حتى لو فشلوا في ان هم يلاقوا اي حد كده، يعني هم لو ابتدوا يحطوا الموضوع ويصلوا قدام ربنا، يصلوا ربنا يبقى في الرب بيتدخل بطرق ينجحهم في التواصل كده ويديهم حكمه. ساعات الواحد بيقعد يصلي فعلا ان رب اديني حكمه واديني المفتاح اللي اعرف ابتدي بيه اتكلم مع ولادي. يعني امين، ما يكونوش بيقفلوا مع بعض. امين. اتفضل يا هلا. بنجيلك لانه انت ابونا الصالح، بنجيلك لانه ما فيش في ايدينا حل ولا امر كده نعرف نعمله، بنجيلك ونقول لك اتدخل يا رب، انت اللي تدي حكمه يا رب من عندك، انت اللي تنجح يا رب الاب والام في التواصل مع بنتهم. بنحط البنت في ايديك ونقول لك يا رب في اسم المسيح يسوع تكون انت بتعرف تفتح عينيها وتقنعها يا رب، وتعرف تفكر صح، ساعدها علشان تعرف تفكر، ما تكونش بتمشي كده ورا مشاعرها اللي ما تنفعش تكون بتأسس جواز ناجح ابدا. يا رب بنحط بين ايديك البنت ونقول لك قادر توصل لها باي طريقه يا رب من عندك، باي طريقه يا رب. بنجيلك في المشكله الكبيره
بنقول لك يا رب في ايديك بنحطها وعينينا عليك، انت ابونا وانت راعينا الامين، في يمينك بنحط البنت، ما تكونش بتضيع ولا تفقد ابدا، ساعدها عشان تشوف وعلشان تفكر، انضجها يا سيدي الاله، انضجها بسرعه واحميها من كل شر واذيه في اسم المسيح يسوع. وادي اخواتي يا رب الحكمه اللي من عندك، اللي تعرف تكون بتتواصل يا رب بنجاح مع بنتهم يا رب، وينجوها ويكون ليها كده نجاة وخلاص يا رب من كل تفكير مؤذي في اسم المسيح. أمين. أمين. إحنا معنا اتصال بنت الرب من اسكندرية. ألو. ألو. تفضلي حبيبتي انتي على الهوا. مساء الخير. مساء النور. أنا عندي مشكلة، معلش عايزة تلبسلك. تفضلي. أنا معايا عندنا في الشارع في بلطجي طالع من الشارع. آه. وهو حاطط عيالنا في دماغه، اللي رايح واللي جاي يشتم عليه. وحاطط عينه على بنتي في العيله، ابوها يبقى بنتي، حاطط عينه عليها ويقول لها خدها، يعني خدها، عايز ياخدها غصب عني. واحنا مش عارفين المشكله دي ملهاش حل بشري. هي حل معجزه. أمين. إحنا هنصلي وإله المعجزات هيتدخل. أيوة. والشباب تعبوا رايحين جايين يشتم فيهم. أيوة. أمين حبيبتي، هنصلي وصلي معانا، ونثق إنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عنده. أمين أمين. تفضل دكتور مرقص. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. يا رب قال عبدك إلى من نذهب، كلام الحياة الأبدية هو عنك. يا رب المشاكل بتحيط بإخواتي، لكن لمين نروح ولمين نذهب؟ أنت اللي عندك الحلول، وأنت اللي عندك الأمل. عشان كده أنت قلت يا رب أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. يا رب ساعدنا إن احنا نحط هذا الموقف قدامك، لأنك أنت اللي عندك الحل. خلي إخواتي يصلوا من أجل هؤلاء الأعداء يا رب، لأن مكتوب كده يا رب إن الصلاة تغير الأشخاص الآخرين. أنت تستطيع أن تتدخل بقوتك وبسلطانك، لأن ليك قوة وسلطان. دفع إليك كل سلطان، ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. أشكرك لأنك أنت إلهنا، اللي لا يمكن تشوفنا في موقف وتقف مكتف إيديك، لأن عندك النجاة وعندك القوة وعندك الجبروت، تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك. أنت تستطيع أن تتدخل في هذا الموضوع يا رب، وإن كانوا اللي بيطلبوا الصلاة يا رب مش قادرين يتصرفوا، لكن أنت تنير العيون. زي ما سليمان جه قدامك وقال لك اديني حكمة حتى أصير أعرف كيف أحكم بين شعبك. ادي عبيدك حكمة من عندك يا رب، حكمة سماوية تغير الطرف الآخر ويصير لين في ايديهم. في اسم يسوع نحن نثق انك تسمع وتستجيب. امين. في المزمور قال معلم داود، في المزمور الشهير بتاع الله لنا ملجا وقوه، المزمور ابتدي بالايه دي، الله لنا ملجا وقوه عونا في الضيقات وجود شديدا، لذلك لا نخشى، لا تزعزعت الارض وانقلبت الجبال الى قلب البحار. وبعد كده قبل ما يختم المزمور بيقول عنه ايه؟ يسكن الحروب الأقصى الأرض، كفوا واعلموا أن أنا الله أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. يعني هو عايز أوجه بس يعني لأخواتي، ومدام اللي اتكلمت البداية بتبدأ أنه الله لنا ملجأ أقوى، فإحنا بنتكل ونستعين به ونختبئ فيه ونحتمي فيه، فهو يكون إلهنا ويكون السيد على حياتنا، السيد على بيتنا، الأولاد والزوجة والاراء، يعني المواقف كله بتحت سيطره الله، وحياتنا تبقى في حماه، وبعد كده هو بقى بيتولى المساله دي.
يعمل ايه؟ يسكن الحرب دي، يوقف البحر ده، يهدي الامواج دي. وهو بنفسه اللي يمد ايده، لان انا في حما بتكل عليه، فمسكن الحروب على اقصى الارض. وبعد كده يقول لقوات الشر واللي بيحركوا الناس دي حواليهم، كفوا واعلموا ان انا الله. محدش يقدر يقرب من ابني، بس لازم اكون في الاول انا ابنه. أمين. لازم حياتي تبقى ملكه. فانا عايز اوجه بس لاختي، ان يعني سلم الامر في ايده، سلم الحياه في ايده، سلم اولادك في ايده، بس هو يكون الهنا. ايوه، يكون ملكنا. ده حاجه مهمه جدا، ضروري جدا. مش احنا بندور، انا معلش انا يمكن بطول في الكلام، بس احنا مش هندور على انه نخلص من المشكله ونرتاح، لا مش كده بس. ايوه، الاحداث اللي بتدور حوالينا مش بتيجي صدفه، لكن ليها هدف. أيوة. وليها غرض ونتيجه طيبه. ايه؟ حياتنا تكون في ايده. أيوة. بيتنا يكون في ايده، ولادي تكون في ايده. أيوة. وهو المسؤول عنه. ده هيبقى البيت المبني على الصخر. أمين. فلما هتيجي اي رياح ولا امطار ولا زوادع، تظل ثابتا. امين امين في اسم يسوع. صلاة من اجل فادي، هيعمل عمليه خطيره وحمى دمويه على المخ. وصلاة من اجل والده ايميل، هتعمل عمليه كسر بالمفصل. وصلاة من اجل الاخ كريم، هيعمل عمليه في العين. يعني فادي ووالده ايميل وكريم كلهم هيعملوا عمليات خطيره. امين. الكتاب كده، ما اكرم رحمتك يا رب في ظل جناحيك يحتمون، بين البشر او بين البشر في ظل جناحيك يحتمون. نصلي بالمعنى ده. امين. ابونا السماء، بنشكرك ونبارك اسمك. نعم، ما اكرم رحمتك. يعني انت في مراحمك سخي كريم، وتعطي مراحم زي ما قال لك عبدك، كسرت مراحمك التفت ليا. انا بصلي لك يا رب، يلي كريم في مراحمك، يلي يا رب بترحم وبغنى. انا بصلي لك اجل ولادك، اجل امراضهم، اجل اوجاعهم يا رب، في اسم المسيح يلتفتوا اليك ويشوفوك، يطلبوك يا رب ويمسكوا فيك. نعم، لانه مكتوب فبنوا البشر في ظل جناحيك يحتمون. احنا ملناش حمايه غيرك، ملناش رجاء غير فيك، ملناش يا رب خلاص الا منك. فمن فضلك يا رب ارفع قلبي وارفع قلبهم، ارفع ايديا وارفع ايديهم يا رب. من فضلك يحتموا فيك، يلجأوا ليك، ولا يكون سواك سندهم، متكلهم، حميهم، نعم راعيهم يا رب، في اسم المظل اللي عجبه جناحيك عليهم يا رب. استرهم من الشر، احفظهم من كل تعب وكل مرض. مد يدك الكريمة واكتب يا رب كده اقرار خلاص، اقرار نجاة، واختم عليه لولادك يا رب، في كل مرض، في كل عملية، في كل اوجاع. يا سيدنا الرب، صرختنا إليك وسكتنا فيك، منتظرين عملك ومعجزاتك في اسم المسيح يسوع. بل اختم على القلب قبل أي ختم تاني يا رب، اختم على الحياة في اسم المسيح يسوع. نعم يا رب، أنا بصلي لك من أجل ولادك يا رب، احفظهم في اسمك. من فضلك يا رب، نفسي تكون صرختهم ليك، أنا للرب في اسم يسوع المسيح. أمين أمين أمين. تعد يا رب بيهم العمليات دي على خير، وتكون أنت ضامن نجاح كل عملية فيهم في اسم يسوع. رجاء نصلي من أجل شفاء مينا مجدي، أصيب بالمية الزرقاء وعمل العملية ورجع التاني، وهو عنده سكر والعين التانية معرض إنه ما يشوفش بيها، والدكتور بيقول إنه مرض نادر. وصلى من أجل حليم، عمل عملية قناع عصبية عنقية وما زال متألم. أمين أمين. يعني هنصلي عشان خاطر مينا وعلشان خاطر حليم. تفضلي يا حبيبتي. بسم الله والابن والروح القدس لهن واحد. أمين. أيوة رب، بنجي لك إحنا وولادك يا رب، مينا وحليم، بنقول لك يا رب قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أيوة، أنت أبونا اللي بنحط كل ثقتنا في شخصك، إيماننا بيك يا رب، بنعلنه ونقول لك يا رب نشوف كده شفاءاتك العظيمة. مهما كانت الأمور صعبة يا رب، زي ما ولادك كان كل اللي بيلمسك بينال شفاء، وكانت القوة بتخرج منك. بنجيلك إحنا وولادك وبنقولك بإيمان يا رب، بنلمسك وقوة تخرج منك وتشفي يا رب من المرض النادر، ولا من الحاجات اللي فشلت، ولا من الأمور الصعبة، من الأمراض الصعبة يا رب. أنت علمت أنك تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء، لا يعثر عليك أي أمر. ولمساتك كده تكون بتقوي وبتشفي وبتعزي وبتفرح، وبتعلن لولادك يا رب مينا وحليم أن أنت
إله صالح لسه موجود بنفس القوة وبنفس الحب وبنفس الرعاية يا رب. اختبارات وتعاملات كلها حب ورعاية يكونوا يا رب بيجوا يترموا في أحضانك ويقول لك أنت أبونا الصالح، عايزينك تكون بتملك على الحياة بكل اللي فيها كل الأيام اللي جاية في حضنك يا رب. عايزين نكون متواجدين كل الأيام، أنت تلمس وتشيل كل ألم وتشفي للتمام في اسم المسيح. أمين أمين في اسم يسوع. صلاة لأجل باسيليوس زاهي عنده ورم في المخ، الرب يتمجد ويشفيه. وصلاة من أجل سوزي في غيبوبة من أسبوع، الرب يتنزل لها بالشفاء. أختنا هالة هتشاركنا الصلاة، تفضلي يا هالة. الآب والاب والروح القدس، إلهنا واحد أمين. يا رب بنشكرك لأنك صالح وإن إلى الأبد رحمتك، أب حنان ورحيم غير مجرب بالشرور، لكن بتحول كل شر لخير ولادك. بنسألك من أجل ولادك المحبوبين والغاليين قوي لقلبك إنك تتحنن وتزور كل واحد فيهم زيارة خاصة وتتقابل معايا، ويكون اليوم ده يوم خلاص والوقت وقت مقبول. بشكرك لأجل كلماتك، إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. بنطلب من أجل أخونا باسيليوس بإيمان وثقة في شخصك القادر على كل شيء إنك تشفيه وتصنع معاه آية الخير وخير حياته، ويقرب منك ويعرفك والحياة معاك تبقى كل أيامه اللي جاية يا رب. وبنشكرك من أجل كلماتك والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. بنطلبك يا صاحب السلطان والآيات والعجائب إنك تمسك بإيد بنتك سوزي وتقومها من الغيبوبة. أنت السيد وأنت الملك، وتسمعها صوتك وتتجاوب معاك وتوهبها فرصة أخرى وعمر جديد يا رب يكون ليك وحدك الملك عليه. بنشكرك لأنك بتفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. مبارك اسمك، بشفاعة أمنا العذراء مريم اسمع واستجيب ليك كل المجد. أمين 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 في اسم يسوع. بنت الرب القاهرة، البيت كله قايم على بعض وخناقات مع بعض، الكل بعيد عن ربنا، بتطلب صلاة ان الرب يجذب الجميع ليه ويحل الرب في البيت. أمين في اسم يسوع. تفضلي مرقص. بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بنشكرك لأنك إله حي، وانت اللي رفعت كده ايدك وقلت تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. يا رب بنعترف قدامك يا رب ان مفيش راحه بعيد عنك. بنحط هذا البيت امامك يا رب، انت تستطيع ان تحل بسلامك عليه. انت اللي قلت كده، سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. بشكرك، بشكرك لأنك بتدور على راحتنا وبتدور على سعادتنا لما نيجي ونخضع ليك ونكون أبناء ليك. يا رب حل المشاكل اللي في البيت، وبإيدك يا رب وبقوتك وبسلطانك أنت تستطيع أن تهدئ كل الأمواج، وتستطيع أن تهدئ كل الرياح. أنت اللي وقفت كده وقلت يا بحر ابكم أيها العواصف ابكمي، كان ليك سلطان على الطبيعة يا رب، تستطيع أن تعطي هذا السلطان لهذا البيت يا رب وتحل فيه بسلامك وأفراحك وبهجة خلاصك فيه. أنت تستطيع يا رب، أنت تستطيع ولا يعسر عليك أمر. حل المشاكل يا رب، تواجد انت في البيت ليصبح الكل، ليصبح الكل انت الهه وهم اولادك في اسم يسوع. في اسم يسوع انت حلال المشاكل يا رب. ابليس ينهار امامك مجرد ذكر اسمك. انت الذي ليك سلطان، سلطان في السماء والارض وتحت الأرض، دفع إليك هذا السلطان. أنت تستطيع أن تدخل إلى قلوب إخوتي وتحل بالسلام في البيت يا رب. أنت ليك قوة وسلطان، أنت ليك قوة وسلطان، تستطيع كل شيء. بنحطهم في إيديك يا رب
في اسم يسوع. انت اللي قلت كده، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الى الان لم تطلبوا شيء، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. انا بعلن قدام اخواتي، اقفوا كده اطلبوا من الرب، اطلبوا من يسوع رئيس السلام ان يحل في البيت بالسلام، يديكم سلام في القلب، سلام في العقل، سلام في الفكر، سلام في الجسد، سلام في البيت، في كل نواحيه. انت تستطيع يا رب، انت تستطيع ان تهدئ كل امواج قايمه على ولادك. نؤمن ونثق انك انت عايز راحتنا. خلينا نترمي، نترمي في احضانك زي الابن الضال اللي رجع لابوه. أعظمك لأنك قابلنا بكل أخطائنا، قابلنا بكل وحشتنا. تعال يا رب وحل في هذا المنزل. أمين. وعم بسلامك عليه. أمين. إن كانوا هم بيطلبوا هذا الطلب يا رب، لكن أنت تستطيع أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر. في اسم يسوع بين إيديك بنحطه. وبنشكرك لأنك سمعت واستجبت. أمين. أمين. إحنا معنا اتصال أخونا إكرامي من القاهرة. ألو، اتفضل. ألو، مساء الخير. مساء النور. أنا سامعكم. سلام المسيح معك. أهلا بيك. ربنا يخليك. معايا طلبة صلاة، أشكركم على الموضوع الشيقة دي. الله يخليك. يباركك. معايا طلبة صلاة من أجل الشتاء. عندي كسور في الكلى وعندي الجسم كله وجعني. جسمي كله وجعني. ايوه. وايديا ورجليا وعندي صبيط في الكلى، مش فاضي في البول، مش فاضي يروح. كل اعراض الكلى، كسور الكلى يعني. كسور الكلى وجسمي كله وجعني، رجلي لغايه ايديا كده وجسمي كله وجعني. هنطلب من سلامتك الرب حبيبي. الشافي. امين امين. الرب يكون بيمد ايده بالشفاء. وهنصلي وصلي معانا. ويا اختي نرمين دلوقتي، لو المشكله قايمه ينفع اغفر برضه؟ اغفر مقدما. اخويا اكرامي. ايوه. سامعني؟ اكرامي. يعني اغفر مقدما والرب هيباركك وهيبتدي تبتدي الراحه من عندك، وتقدر بعد كده تغفر وتقدر تساعد وتقدر تعدي الموقف الصعب. والرب مسؤول عن انه يريحك من جوه ويشفيك من كل اساءة، واذا كنت اتظلمت او حد خد حقك الرب مسؤول، بس قدم المغفرة واختار وقرر كده. خد القرار. المشكلة قايمة بكرة. المشكلة قايمة. خد القرار. ما هو لو انت استنيت المشكلة تتحل، فين الغفران؟ عادي بتصلي لي يا اخ رشد. يا اخ رشد بموت فيك انا. ربنا يباركك. بس انا بنصحك يعني نصيحه اخ يعني وصديق، ان عايز اقول لك انه خش في مخدع الصلاه كده وحط كل الحاجات اللي تعباك، انك انت حاسس انك انت مش قادر تغفر. مشكلتي مع ابويا ما صعوبتها انها بتبقى من القرايب. بس يعني عايز اقول لك حاجه، رب المجد يسوع يعني غفر للقريبين جدا، واللي عمل معهم إحسانات، واللي عمل معهم معجزات، واللي أكل معاهم وغفر ليهم، واللي كمان طعنوه على الصليب. فهو لما قال اغفر هو عارف التبعات، لكن عنده قوة أن يدي لك نعمة ويدي لك قوة صفح. بس افتح المواضيع لربنا. وهو قال سيكون لك ضيق في الدنيا. افتح المواضيع كلها قدام الرب واحكي له على المتاعب والمشاكل والجروح، واستقبل عمل روح القدس اللي يشفي ويخلي احساسك كده براحه وسلام تجاه كل اللي اساءوا ليك. بس حاسسها مسكنات. لا مش مسكنات، دي حقيقه. جرب. امين. يعني في صلاتك على كلمتك يا اخ رشاد، على كلمتك، على كلمته هو وعلى نعمته هو وعلى وعده هو. أمين. أمين يا أخي. بس أمين. أنت خد القرار.
امين. اتفضلي نشأت نصلي. بس يعني في آية يعني عايز اقولها، لما الكتاب المقدس قال الذي لنا الفداء بدمه غفران الخطية، يعني الرب بدمه دفع ثمن خطايانا، خطايانا، نجاستنا، حمقتنا، ادفع ذنوبنا، ادفع تعدياتنا، ادفع كل كراهيتنا، ادفع بغضتنا، دفع دفع كل ده. كل ما يلاقي حاجة، ما فيش حاجة منعته انه يغفر حمق تجاهه هو شخصيا. دفع الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته، حسب دمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. ادانا الغفران مجاني، انا ليه النهارده عايز تمن؟ ادانا الغفران وريحني. قال ليه ممسك على اخويا؟ انا عايز اقول لاخويا اكرم، هتختبر راحه، هتختبر سلام. وخلي الرب ايه، انا اقول له خل، قول له رب خدني في حضنك، اشبعني بقبلات محبتك، وخلينا اختبر غفرانك، لانه ده تقل على. انا حاسس يعني من المشكله الكبيره ان انا حاسس لسه ثقل خطيتي، وحاسس انه لسه الرب كانه ماسك عليا خطيتي، ده مخليني مش قادر اغفر لا لنفسي ولا لغيري. عايز اقول اختبر غفرانه ليك، هترتاح، هتتمتع، هتفرح، هتنسى. ما اكتر حاجه بتنسيني يعني اساءات الناس ليا هو احساسي انه الرب غفر لي اساءتي وذنوبي. ده فعل عجيب، ده فعل سري بيعمله الروح القدس، مش زي ما بيقول مسكنات. لا، مش احنا بنتكلمش، لا بنتكلم على مسكنات ولا روشتات ولا حاجات كده كلام، لكن ده حقيقي، ده عمل الروح القدس. كان طولت بس لانه الموضوع فعلا حقيقي ومحتاج عمل، ومحتاج ان احنا نساعد اخونا. خلي سوائل الله المليانه ميه النهارده الدوائر دي تخش على حياتك. أمين. وجروحك اللي جوه. امين. هنصلي عشان موضوع الغفران اللي ذكره اخونا، وكمان علشان الشفاء لمشاكل الكلى وكسورها. امين. الكتاب المقدس كده قال اصرخ الى الله العلي، الى الله المحامي، ان يرسل من السماء ويخلصني. انا جاي لك يا رب بصرخ مع ابنك اكرامي، اصرخ الى الله العلي، الى الله المحامي، عني يرسل من السماء ويخلصني. أنا بصلي لك في اسم المسيح يسوع، وبصرخ لك من أجل مع ابنك يا رب، ترسل من السماء قوة خلاص، قوة شفاء لأمراضه وكليته بفضلك يا سيدنا الرب. سيج حول ابنك وارسل ملائكتك للحماية، ارسل سلام لنفسه وسلام لجسده وسلام لروحه من فضلك، احصره بمحبتك. نعم، ألام في الجسد وألام في النفس وجروح عميقة ومن غيرك اللي مكتوب عنه وجلدته شفينا، من غيرك اللي مكتوب عنه تأديب سلامنا عليه، من غيرك اللي مكتوب عنه أنه أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. أنت أخذت معاصينا وخطايانا وجروحنا وأمراضنا وأسقامنا، حملتها في صليبك. احمل عن ابنك كل داء، احمل عن ابنك كل مرض، احمل عن ابنك كل إساءة. أنت تفدي يا رب. نعم يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك، أنت تفدي. نعم يا رب، أنت تدفع الديون، أنت تريح ابنك يا رب. ادي له قوة غفران من فضلك، متعه بغفرانك من فضلك، شجعه يخش لمخدعك، لمخدع الصلاة، وياخذ منك ويشبع منك ويتملي منك. شجعه يا ربي، يا ربي يشعر بسلام وراحة في اسم المسيح يسوع. داوي جروحه. امين يا رب. داوي نفسه. اديله يا رب يختبر الحقيقه دي، مش مسكنات ابدا، لكن في اسم المسيح يسوع النهارده. النهارده يا رب خلي ابنك يختبر قوه غفرانك وقوه شفائك، ساعده، اديله نعمه، ارسل من السماء وخلصه في اسم يسوع. امين. توباك يا شعب مغفور الاسم. امين. تلبس صلاة من أجل ماريان ومايكل، الرب يتحنن عليهم ويديهم طفل من إيديه. تفضل دكتور مروس. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. بنشكرك يا رب وبنعظمك لأن تحضرنا قصة إبراهيم اللي كانت سارة معاه عاقر، لكن أنت اللي اديته الوعد
وقلت له في مثل هذا اليوم تحتضن سارة ابنا. إبراهيم قال لك ليت إسماعيل يعيش أمامك، لكن أنت أكدت يا رب وقلت له من سارة يأتي إسحاق. أحط إخواتي في إيديك يا رب، لأنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أنت تقول فيكون، تأمر فيصير. في الفرصة دي يا رب بنحط إخواتي في إيديك يا رب. مهما تعجز الأطباء ومهما يقف العلم أمام هذا الموضوع، لكن أنت بعد ما كان إبراهيم 100 سنة وصار 90 سنة تقول له في مثل هذا اليوم يكون لك ولد وتحتضن سارة ابنا، وقد كان. ادي وعد لإخوات يا رب، ادي وعد لإخوات يا رب انك انت تستطيع وتأمر بالمستحيل، تأمر بالمستحيل. بعظمك لأنك خالق الكون، وكلمتك تصير أمر يقف قدامها كل حاجز وكل إعاقة ويصير الأمر واقع. بعظمك مد إيدك بقوتك وبسلطانك على أخواتي، وفرحهم بيك، وفرحهم بثمرة البطن. أمين. ليكون لهم ابن. أمين. أنا بثق يا رب إنك سامع الصلاة يا سيد الله. وإنت قلت كده طوبى لمن إله يعقوب إله. لتكن إلههم يا رب. لتكن سيدهم. أمين. يعترف بيك إله ورب مخلص وفادي. في اسم يسوع أطلب وبثق إنك تسمع وتستجيب. أمين. 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 إحنا معانا اتصال بنت الرب القاهرة. ألو؟ 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 مساء النور. لو سمحتي عايزة تقول صلاة من أجل إيه؟ من أجل؟ من أجل إيه؟ ابنها؟ آه من أجل ابنها. اتفضلي. سمعيني؟ اه هنصلي لابنك علشان ايه؟ المدمن. مدمن؟ مدمن من 15 سنة. مدمن. اه. مدمن من 15 سنة. عليك كتير وكل مرة للأسوأ. وبعيد تماما عن ربنا وكل ما يفتح مشوار شغل طبعا مشوار ناجح. وصلى من قلب بنتي ثانوي عام عندها ضعف عصبي للتجاري وحاجه نادره يعني مرض نادر ما لهوش علاج. وعايزه صلى من قلب بنتي كبيره وارتباط وعايزه اهم من ده كله انك تتقدسنا وتتعامل معانا. امين. ونقول خلاص. امين. اهم حاجه. امين يا حبيبتي. بنتي سلام لقلوبنا فينا راحه. امين. بجد انا تعبانه، روحي قولي له كده، روحي قولي له انا تعبانه. صدقيني بصلي بالدنيا هتلاقيه بياخدك في حضنه هيعرف يريحك. صدقيني 15 سنه بصلي بالدموع. امين. هنصلي. هو بيسمع وبيستجيب. هنصلي وصلي معانا وكملي صلاة. كمان هو تتوقفي عن الصلاة ولا يوم، تأكدي ان الرب بيسمع. امين. امين. الرب يكون بيصنع مفتخر كده مع ابنها، وانه كل ما الامور بتزيد تعقيد يعني ده بيبقى الوقت اللي الرب بيتمجد فيه بمجد عظيم. فامين الرب يكون بيفرح قلبك كده وهو بيصنع مع اولادك،
وقبل ده كله وهو بيصنع في حياتكم انه يكون كده اله خلاصكم. امين تكون كده القلوب بتتفتح وتقبله مخلص، فنعرف نرتاح ونشفى من كل امراضنا. اتفضل يا نشأت. بارك اسمك واشكرك. ليس لعظمتك استقصاء غلبت الموت. نعم. اتقال عنك كده يا رب سفر يا رب، من يد الهاوية افديهم ومن الموت اخلصهم. اشكرك ببارك اسمك لانك عظيم، اشكرك لانك حنان، اشكرك لانك انت ما زلت تقول تصنع خير، بتلف وتبحث عن الضال والكثير والمثقل والجريح، ما زلت تصنع خير، ما زلت تدور على اولادك، ما زلت تبحث عنهم. لن يا رب لم تتوقف يوم واحد يا رب تبحث عن ولادك. بشكرك بتطلب الضال وتجبر الكثير، تسترد المطرود. ما زلت، فاحنا جايين لك يا رب نسألك زيارة للبيت ده، جايين لك يا رب لأجل ابنك المدمن. نعم، من يد الهوية افدي، من الموت تخلصه، أي كانت الحالة أي كان المكان. أنت قادر ولا يعصر عليك أمر. أشكرك بارك اسمك. اتعامل مع المس إرادته في اسم المسيح، تلامس مع الموت اللي في كيانه في اسمك المبارك، نسمة حياة على كيانه بالكامل، على خلايا جسمه وعلى خلايا المخ وعلى كل ما أصيب بسبب الإدمان، نفخة حياة في اسم المسيح يسوع. بشكرك نجل تعاملاتك، بشكرك نجل ترد ابنك، بشكرك انك انت بتدور عليه، بشكرك يجي يوم كده ونفرح معاك يا رب ونفرح بيه، تفرح السماء ان ابنك كان ميتا فعاش، كان ضالا فوجد في اسم المسيح يسوع. كان ميتا فعاش. امين في اسم المسيح يا رب. زي الابن اللي كان في النعش وأمرت أن يقوم ورديته لأمه، أسألك من أجل ابنك ترده لأمه، ترده لأحضانها يا رب في اسم المسيح. مهما كان الزمان والوقت في اسمك مبارك اسمك نؤمن بيك. صلي لك من أجل كل مرض لولادك يا رب، المرض النادر اللي كان يا رب بتقولنا عليه اللي في بنتك يا رب، تدخل يا رب عظيم مبارك في اسم المسيح. مدي ايدك ساعد، ارحم وانتشل، خلص بيمينك واستجب لينا النهارده. اشكرك من اجل طلب بنتك ان المسيح يدخل ببيتهم، انت ما زلت هللويا بتخبط على البيوت، هللويا بتخبط على بابهم. اشكرك منتظر ان القوه يا رب تفتح ليك يا رب. نعم مبارك اسمك وتدخل، نعم يا رب وتتعشى معاهم، هم معاك يا رب. يا رب يكون فرح في هذا البيت، يا رب يكون زياره نعمه، يا رب يكون فرح وسرور بسبب ملكك يا رب. أشكرك. اسمع واستجيب لصراخها، اديها قوة من فضلك، شدد عزيمتها، شددها عشان لا تتراخى ولا تشعر بالفشل واليأس، ولا عدو الخير يرمي هاجس في شك ولا هاجس عدم استجابة، لكن في اسمك المبارك شددها، قوي إيمانها وعزيمتها. خلي قلبها دائما مرفوع وثابتة فيك، قلبها متكل عليك يا رب في اسم المسيح يسوع. رد الكل ليك، رد البيت بالكامل ليك في اسم المسيح يسوع. أمين في اسم يسوع. إيه طب احنا فاضل لنا وقت قليل، بس مش عايزين نخلص الحلقة قبل ما نكون بنشارك أحبائنا في قناة الحرية إنه الرب يكون بيتمم مقصده بخصوص الحملة، وإنه يكون بيدفع ليهم بحسب احتياجهم. لسه ما زالت حملة عاملون مع الله، ومازال النداء موجود لكل اللي يحب يشارك ويتبارك يعني. امين. وعايز اشجع كل الناس، يعني احنا قدامنا وقت قد ايه؟ يعني 7 دقايق بس، عايزين نصلي كمان 7 دقايق. طيب يعني ممكن بيقولوا لي نخليهم 10 يعني. ممكن نخليهم 10. انا بس عايز الفت يعني النظر انه لحاجه في الكتاب المقدس حصلت، انه ربنا قال عن مكتوب عنه كده، الله عنده كنوز الارض، والاسم يا شعبي فتكلم يا اسرائيل فاشهد عليك الله الهك انا، يقول له لا اخذ من بيتك سورا ولا من حظائرك اعتدى،
لان ليه حيوان الوعر والبهيم على الجبال الالوف. رب عنده كل كنوز الارض، عنده كل الحاجات دي. وبيقول في مزمور 50: ان جعت فلا اقول لك لان لي المسكونه ملؤه. ويتكلم في اعمال الرسل: هو يفعل خيرا، يعطينا من السبع امطارا وازمنه مثمره ويملا قلوبنا. هو اللي بيفعل الخير، هو اللي بيقول لو ان جعت لا اقول لك لان لي المسكونه. هو ده ليه كل. يا ترى ليه بينادي علينا النهارده بيقول ادوني؟ طب ما هو يدي على طول. طب هو ليه بيدخلنا احنا في النص واحنا مالنا يعني؟ لا مش كده، هو يدي من غناه، ما يدي من غناه للقناه، ويدي الغناء للمحتاجين، ويدي الغناء لكل اللي عايز. طب ايه احنا في هو ربنا اسد، عشان كده راح لامراه فقيره في صرف الصيدة. مش كان ايليا بياكله غراب؟ وكل يوم صبح وليل خبز ولحم. ايوه. طب ايه خلاص، ما كان ربنا يكمل. لكن ربنا جه، ربنا احنا غير استراتيجيه. انا اروح لمين؟ واحده غلبانه المراه. عشان ايه؟ عشان المرأة تصرف هذه، تنال ايه؟ بركة. بركة. تاخذ هذا الامتياز، المشاركة والمباركة. طب ما كان ربنا خلى الغراب يستمر، لكن دخل العنصر ده عشان ايه؟ ياخذ امتياز المشاركة. المرأة تتبارك. المرأة تتبارك. وفي وقت المجاعة اللي كان فاضل عندها هي. كانت هتعمل بيه كحكة وتموت. ما فيش غير هي والولد وجبة. هي وجبة والأخيرة بعد كده. والأخيرة. بس الرب كان ليه رؤية تانية. الرب كان ليه رؤية تانية عشان تتبارك، وعشان كورة دقيق لا يفرغ وكوز زيت لك. هي دي البركة. فربنا دخلنا في نص عشان يباركنا، حشرنا يعني كده بالبلدي. حشرنا في القضية عشان نتبارك. أخويا التفت لكده. الرب عنده كنوز الأرض كلها، بس عايز يباركنا. عايز يكون شرف المشاركه في عمل زي كده عظيم، عشان يكون الكرازه، وعشان نمد ايدينا، وعشان هو بينادي وبيقول هل من رفيق؟ رب بيقول هل من رفيق؟ عايز رفيق ليه؟ يمد ايده عشان يزور، عشان يخلص، عشان يفتقد، عشان يرفع راس المذلولين تحت الخطيه، عشان يبرر، عشان يصنع خلاص عظيم. دخلنا احنا في القضيه. وما اعظم امتياز. امتياز وشرف وبركه. فيعني عايزين نصلي كده. يعني يمكن نتشجع بالكلمتين دول. ايوه. والرب يبعد من غنى. محتاجين نصلي. اتفضلي يا هيله. بسم الله والابن والروح القدس الهنا واحد امين. اشكرك يا رب علشان كل اللي في قلبك انك عايز تباركنا يا رب. ايوه عايزين كده نتشجع انا واخواتي، ونكون يا رب بنشترك معاك في العمل. ايوه نتشارك ونتبارك يا رب، واحنا مستنيين كده بركتك، واحنا بنتحرك معاك في كرمك، ونكون يا رب بندي حتى لو اللي عندنا قليل، ندي من الاعواز، علشان انت قلت انه لما هنديك اكتر يا رب هيكون بتبارك يا رب جدا. ايوه اعطوا تعطوا كيلا ملبدا فائضا مهزوزا يا رب، يعطونا في احضانكم يا رب. ايوه اشكرك لانه نؤمن بانه لينا بركه غنيه عندك. نؤمن انه القليل لما نخرج منه رب لعملك والعمل في كرمك هتكون بتباركنا. بنصلي يا رب انه تكون انت بترسل بحسب غناك يا رب، وتستخدمنا كلنا انه نكون بندي بركات يا رب، والعمل يكون بيستمر ولا يتوقف، ويكون بيتطور، ويكون بيوصل لاقصى الارض يا رب، وتكون في برامج كتيره بتتعمل يا رب، وتكون كده كلامك بيوصل بمهاره كده وبغنى للناس، تكون الكل بياكل من طعامك ويشبع يا رب، والكل تكون بتوصل له رساله خلاص. ايوه يا رب بنردد كده ونقول انه بموتك يا رب نبشر. ايوه بنشترك معاك يا رب ومع القناه ومع عملك يا رب في انه نبشر برساله الانجيل لكل الارض. شجعنا يا سيد، شجعنا ودينا انه افكارنا تكون بتتغير، ولا نمسك يا رب في القليل اللي بقى موجود عندنا في البيوت، لكن نفتح ايدينا ونعطي لعملك بسخاء. فتجازينا يا رب من غناك يا حبيبي. اشكرك. امين. اتفضل دكتور مرقص. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب بنشكرك لان وان كنا بنقدم القليل في ايديك، لكن انت تستطيع ان تستخدم القليل الذي نقدمه في اشباع جموع كثيره. يا رب انت لما قالوا لك الجموع كثيره وعايزين نصرفهم علشان يلاقوا حاجه يجيبوها، قلت لهم ادوهم انتوا، ادوهم انتوا لياكلوا.
قالوا لك ما عندناش غير 5 خبزات وسمكتين، وكان ممكن انت تشبعهم من غير الخبزات، لكن انت امرت ان احنا نحط 5 خبزات والسمكتين في ايدك وتبارك بيهم الاف والاف والاف. يا رب ليك السماء وليك الارض، فعلا ليك الذهب والفضه، لكن عايز تشركنا جوه عملك، عايز تخلينا ننال شرف ان احنا نحط ايدينا مع ايدك ونقول كده نحن عاملون مع الله. امين. افتح قلوبنا ليك يا رب، وافتح جيوبنا ليك يا رب، وافتح حياتنا ليك يا رب، عشان نشكرك وعشان نقدم من الإلهي اللي عندنا اللي انت تباركه وتباركه وتباركه، لتصل كلمتك لكل أرجاء المسكونة. أنت تبارك في القليل اللي بتبعت ويصير كتير كتير. بنشكرك لأنك تأمر فيصير، تقول فيكون. أمين. إحنا تلبوت الصلاة. كان بس في حد قبل الحلقة كان يعني ادانا طلب الصلاة، فعايز اضيفها. بنت الرب كانت خادمة وعندها مشاكل يعني في الأعصاب ومش قادرة تتحرك وتخدم زي ما كانت، فعايزين نضيف الطلبة دي لصلواتنا النهاردة. أمين. لأنه كانت لسه بالتليفون قبل الحلقة. ماشي. أمين. وتلبت صلاة من أجل بشوي طلعت ثابت، وصلاة من أجل إخواتي ماهر وإيميل، الرب يملك على حياتهم ويعوضهم، وصلاة من أجلي من أجل الارتباط حسب مشيئة الله. تلبت صلاة شفاء لمارينا والعذراء تلمس جروحها وحماية على الكلى بتاعتها. صلاة لأجل تريزا، الرب يحل المشاكل. صلاة من أجل عادل عليه ديون ومشاكل، وصلاة من أجل ارتباط بناته. صلاة من أجل يؤنى عندها توحد، الرب يشفيها. نيكولاوس، صلوا من أجلي مشاكل مع زوجتي، عايزة الطلاق وأطفالنا تعبوا نفسيا، صلوا الرب يلم شمل الأسرة. صلاة من أجل كرولوس تعبان نفسيا، وصلاة من أجل هاني عنده مشاكل مع زوجته وصلت للمحاكم. صلاة من أجل بشوي يبطل السجاير وربنا يغير حياته. صلى لمارينا، الذئبة نشطة جدا ومش عارفة تاخد نفسها، وفي اشتباه في تجلط في الرئة. يتمجد الرب ويمد ايديه الشافية. وصلى من أجل أم هبة عندها تعب نفسي واكتئاب، وصلى من أجل مجدة ترجع لزوجها لأنهم منفصلين والرب يعطيها طفل. صلى من أجل سمر ربنا يشفيها من الكانسر. صلى من أجل أم يوحنا، الضغط عالي جدا وتعب وألم في الجسم. صلاة من أجل كرولوس، عنده سخونة من 4 شهور بتروح وتيجي، وعنده طفح جلدي وبسبب التعب لا يعمل. صلاة لأجل إنصاف، عندها كانسر، الرب يشفيها. صلاة لأجل جونا، 7 سنين متأخر في الكلام، الرب يتمجد. صلاة من أجل الطفل سافيو، عنده صديد ومية زرقاء على العين. ومن أجل الطفلة بيريلا، عندها 4 سنين ومش بتتكلم. وبنت الرب عندها تعب في الأعصاب ومش قادرة تخدم الرب زي الأول، الرب يمد إيديه ويشفيها. غالبا دي الطلبة اللي قلت لنا عليها نشأت، ففي عجالة. أمين. نصلي. تفضل. شكرك لأجل المكتوب، الغارس الأذن ألا يسمع، الصانع العين ألا يبصر. شكرك، ببارك اسمك، سامع لكل طلبة. نعم. سامع لكل أنين. نعم. وكل حيرة، كل وجع وقلق، سامع وشايف كل مشقة وتعب. نسجد أمامك، سامحنا على شكنا وعدم إيماننا، متيقنين من رعايتك، متيقنين من حمايتك، متيقنين منك أنت أبونا وولينا وسيدنا وملكنا. انظر لأتعاب شعبك، انظر لأوجعهم، انظر لحيرتهم، انظر لمخاوفهم، كلهم سند ومتكل وملجأ وحسن منيع. احميهم من العالم وشروره، احميهم من عدو الخير لألا يفترسهم، في اسم المسيح. ذاك القتال الناس منذ البدء، ذاك الذي يقول ملتمسا أن يبتلعنا، ملناش غيرك حماية، ملناش غيرك ملجأ،
ما لناش غيرك سند، احمينا واحميهم في اسم المسيح يسوع، استر على اولادك، ظل عليهم بجناحيك في ايام الشر، اسمع لصراخهم، انينهم اوجاعهم، لا تكتشك السماوات وتنزل يا رب، ده من حضرتك تتزلزل الجبال، انزل يا رب وشك السماوات ليهم في اسم المسيح، وزلزل كل جبال قدامهم. اشكرك اشكرك، تريحهم من اتعابهم. مبارك اسمك، حنان ورحيم. نعم، ككثرة مراحمك التفت اليهم في اسم يسوع المسيح. امين امين امين. بشكركم جدا، بشكرك يا هلا، بشكرك دكتور، بشكرك يا نشأة. شكرا. زي ما سمعنا النهاردة، مسؤولية الرب أن يكون بيشفي لي جروحي، وأنا مسؤوليتي أني أكون بغفر. ربنا معكم.